السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا قلت هنعمل من نص كيلو دقيق هنعمل عيش، عيش فلاحي بتاع الست الطيبة الفلاحة المصرية الجميلة، أو عيش فلاحي عيش مصري بتاع الرجل الطيب بتاع الفرن، أيا كان. المهم إن أنت هتعملي العيش في البيت وأنت قاعدة في البيت بكل سهولة، ومن هنبتدي أهو من نص كيلو دقيق، يعني مش هتعملي أي حاجة ولا هتتعبي في حاجة، وانت قاعدة في بيتك هتجيبي نص كيلو دي، وانا قلت لك هتعمليه ازاي، وانا قطعناهم بالظبط ما شاء الله طلعوا 4 ترغيفة. بصوا زي الفل طلعوا 4 ترغيفة عيش. بنعمل فيهم ايه؟ بعد ما قطعناهم كده بنقطعهم في صينية على ردة، وبنسيبهم وبنغطيهم بحتة بتكون نظيفة، بتعملي حتة كده بصي وتغطيهم وتسيبيهم لحد ما ايه يخمروا، وبعد كده نرجع تاني نشوف هنعمل فيهم ايه. المهم من الاول والاخر عايزين نعمل كل حاجة في البيت بكل سهولة، وحاجة في متناول ايدينا وتكون سهلة. اعملي النهاردة نص كيلو دقيق، بكرة تعملي كيلو دقيق، لحد ما توصلي تعملي 2 كيلو دقيق، ما شاء الله يرمي معاك ويزيد، والله اكبر البركة في البيت بتزيد، وبركة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دايما صل على سيدنا محمد، ودايما قولي بسم الله الرحمن الرحيم، تبص تلاقي البركة بتزيد، وربنا ايه بيفتح لك باب رزق جميل. ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب، ويحسن ما بين ايدينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.